انتخابات. أولا أولا أنا عايز أشكركم على هذا المجهود، أنكم تيجوا لأمريكا وتوضحوا الصورة اللي في الإعلام المصري 99% غلط يعني، فده مجهود مشكور، وأعتقد أن لابد أن يستمر مع تقارب أمريكا بمصر. والله إحنا اللي بنشكر حضرتك، حضرتك يعني ساعدتنا كتير في هذه التغطية، وده يعني حق واجب إن إحنا نشكر حضرتك في بداية اللقاء. الله يخليك، إحنا يعني بنحاول نصور ونوصل الصورة الصحيحة عشان يبقى فيه تقارب. عودة لسؤالك، بالنسبة أنا ما اشتركتش في الحملة دي ليه؟ وأنا يعني قررت آخد كرسي خلفي زي ما بيقولوا، أنا طبعًا يعني متداخل فيها بأشكال مختلفة، لكن مش بشتغل فيها، يعني مش لأني أنا من بداية وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية رأيت إن إحنا عشان نحسن صورة العرب والمسلمين والمصريين لابد أن يكون لنا دور. وأنا دايمًا بذكر لأصحابي في فكرتي، أول ما اشتركت في حملة بريزيدنت كلينتون، الرئيس كلينتون، كان أحد كلينتون الزوج بس عشان ما نلخبطش الناس كلينتون القديم بيل كلينتون، كان هناك حرب عليا من بعض الناس اللي عاملين في الحملة. أياميها كنت في نيويورك، وقعدت مع مديرة الحملة وقلت لها ليه كان في حرب عليك من الناس؟ عشان مصري وعربي ومسلم ومسلم، فطبعا ما كانتش بالسهوله الكلام ده من يعني ايام بريزنت اكتر من 20 سنه. طيب في الوقت ده هل كانت متصاعده فكره العنصريه ضد العرب والمسلمين بنفس الشكل؟ بيتهيألي الموضوع ده تصاعد بعد سبتمبر 11 ولا؟ هو في الحقيقه العكس، ده المفهوم الخاطئ. احنا لان احنا العرب والمسلمين دايما بيجوا هنا ما بيبقوش فاعلين باي شكل من الاشكال، كل واحد بيشتغل او بيدرس او بيعمل بيزنس وخلاص، ولا يعرف مين المير بتاعه ولا يعرف مين المحافظ بتاعه ولا العمدة ولا الإدارة المحافظ التعليمية ولا أي حاجة. ودي من أهم مقومات العمل هنا في أمريكا. أنا بقول للناس، بيقولوا لي مصر أو أحسن العرب، إحنا أحسن لنا هيلاري ولا ترامب؟ أنا في رأيي أحسن لنا إحنا، هيلاري أو ترامب. هناك مجموعات هنا في أمريكا ولا يفرق معاها هيلاري وترامب. ليه؟ أيا كان الموجود في البيت الأبيض، هما لهم بيه علاقة بما فيها ما يعني خدمة المصالح الأمريكية. احنا بنتكلم الجماعات الصهيونية بشكل رئيسي. بشكل رئيسي. ففكرة انك تحيز نفسك لطرف او اخر دي فكرة خاطئة. حتى نحن يعني انا عضو في الحزب الديمقراطي، لكن في انتخابات الولاية اخترت الجمهوري. في انتخابات المدينة اللي انا عايش فيها اخترت الجمهوري لان هو الاصلح. لان تأثير الرئيس علي انا 5% تأثيره بس خارجه، الناس يعني فاكرة ان رئيس امريكا رئيس امريكا، وقد رأينا اوباما وصل الى مرحلة انه قال فيتو في قانون قد يؤذي الولايات المتحدة الامريكية، ومع هذا تم الضغط على الفيتو. رئيس الولايات المتحدة الامريكية وظيفة قوية لكن محكومة باحكام كثيرة جدا، الكونجرس والجوديشري اللي هي القضاء، واحكام كثيرة جدا ومستشارين في مجالات مختلفة. ما يقدرش ياخذ قرار عسكري من غير ما يرجع للبنتاجون، ما يقدرش ياخذ قرار سياسي من غير ما يرجع لوزاره الخارجيه، وهناك مستشارين ومئات. فاحنا يعني الفهم للسياسه الامريكيه بسيط جدا مع انها معقده، ولذلك تاخذ سنين حتى تصل. طب احنا نغير الكلام ده ازاي؟ ان احنا نشجع الناس تبقى فاعلين. احنا بنعمل ايه؟ بنخلي ولادنا يدخلوا في مجالات كان زمان ما بيدخلوهاش. يعني كان ولادنا كل الناس عايز ابنه يبقى دكتور، يبقى مهندس، يبقى محامي في امريكا عشان فلوس كويسه. لكن انتوا عندكم نفس العقد دي برضه؟ نفس العقد. ما هو اللي جايين من الشرق، لا مش الامريكان اللي عندها العقد دي، العرب والمصريين اللي جايين، من كل واحد عايز ابنه يا دكتور يا مهندس يا محامي، وهي اكشولي بين الدكتور والمهندس لان دول بياخدوا دخول عاليه جدا. النهارده احنا بدأنا نشجع الناس تدخل في مجال الاعلام. هناك اكتر من في نيويورك اكتر من 130 ولد وبنت من اصل مصري وعربي في الاعلام الامريكي. ليه؟ لانه بيديهم الصوره الصحيحه، والامريكان ناس ابسط مما احنا معقدينهم. في ناس يعني نسبه قليله جدا فاهمين قوي، لكن العامه الامريكي ولذلك اختاروا واحد زي ترامب مش فاهمين. فاحنا علينا الدور تفهيم هذا المجتمع وتعريفه. العلاقات اللي احنا عملناها ازاي؟ فتحنا بيوتنا، انا كنت بروح اقول للجوامع والكنائس افتحوها، خلي الناس تيجي تشوف انتوا ايه، احنا ناس زينا زيهم، نهتم بالتعليم.